Hey geeks! Welcome back to more Resident Evil 3 Remake! معكم حسين سالم. شوفوا، إلي يومين أو بالأحرى 3 أيام حايس على موضوع مستر تشارلي اللي هو البابل هيد هذا اللي في الديمو. من بعد ما لعبت الديمو لأول مرة وشفت إنه في 20 مستر تشارلي كالعادة حصت وصرت بدي أعرف وينهم. هلأ اللي وصلت لهم أنا لحالي بمجهودي الخاص هم 16. واحدة من هدول 16 كانت صدفة بحتة، والباقي اضطريت أستعين بمواقع صراحة، ريدت وغيره. ومنيح اللي استعنت فيهم، لأنه لو ما استعنت فيهم مستحيل كان وصلت لهم الأربعة اللي ضلوا، لأنه كود اشي مشفر، اشي بدك تعمل خطوات عجيبة غريبة عشان يزبطوا وانه تقدر تجيب مستر تشارلي يعني. فانا طبعا حبيت اعملكم هذا الفيديو القصير لحتى تشوفوا وين اماكنهم وتجيبوهم. هلأ فايدة هذا الموضوع حسب ما فهمت انه اللي ضمن برنامج Resident Evil Ambassador او اللي هو سفراء Resident Evil، اللي بيتابعني على السوشيال ميديا واللي بيتابعني على اليوتيوب اكيد شافني وانا بحكي عن هذا الموضوع وعملت شير للرابط تبع Resident Evil Ambassador سفراء Resident Evil. راح اترك الرابط في صندوق الوصف تحت. ولا شيء، هذا برنامج انت بتشترك فيه فور فري مجانا وبتصير تجمع نقاط. كل ما بتجمع نقاط أكتر كل ما بتزيد رتبتك عندهم، يعني ومن أحلى الصلاحيات اللي ممكن يمنحوك إياها إنه ممكن يعطوك كودز لألعاب لسه هم بيشتغلوا عليهم لحتى تجربهم، ممكن يعزموك على مؤتمرات عندهم، إشي مثل هيك. عرفتوا كيف يعني؟ فوتوا على الرابط وإقرأوا بالضبط التفاصيل. أنا همي أنا ليش بشترك في هذا البرنامج؟ أنا همي أكون من ضمن الأشخاص اللي ياخدوا رأيهم بإشي. نفسي كابكم بتقول لي حسان شو رأيك بهذا الإشي؟ ياه. أوكي، المهم أنا بحلم كتير قاعد، بس عادي لازم نحلم ونسعى للحلم. والله أنا حاليا رتبتي في Resident Evil Ambassador الفضي، كنت برونزي بعدين طلعت للفضي وانا حاليا بطمح للذهبي. اوكي، المهم مستر تشارلي انا قطصت. مستر تشارلي اذا بتجمع ال20 وحده في الديمو، واعتقد بتعمل شير للموضوع على تويتر، بعطوك 100 نقطه على برنامج Resident Evil Ambassador. 100 نقطه هدول مناح، وبرضه داخل الصفحه بفرجيك كيف بالضبط تجمع نقاط. كأنه اذا بتعمل بوستات على السوشيال ميديا على تويتر وانستغرام وغيره وبتحط هاشتاج REBHFUN، هذا الهاشتاج اذا بتحطه في البوست بيزيدك نقطه مثلا. ولما تعمل برضه ريتويت لبوست العلاقة بريزيدنت ايفل مع هذا الهاشتاج برضه بيزيدك نقطة. وكأنه لما بتربط الاكاونت تبعك مع الفيسبوك اللي إلك اعتقد او الانستغرام او تويتر اشي مثل هيك، برضه كأنه بيزيدك 50 نقطة. موجود التفاصيل، شوفوها على الويب سايت. فانا طبعا اكيد لما عرفت انه ممكن اخذ 100 نقطة لبرنامج سفراء ريزيدنت ايفل، 100 نقطة يعني هدول مناح ومحرزين، على طول اجتهدت لحتى أجيب مستر تشارلي. وقلت أكيد ليش ما أشارك الجيكس بهذا الموضوع، أكيد بهمهم. وبرضه في من ضمن هذا الفيديو رح تشوفوا كيف بنحصل على الرشاش تبع كارلوس. الطريقة كتير سهلة وبسيطة يعني موجودة. على العموم الفيديو اللي رح نشوفه هلأ أنا فيديو مسجله قبل بس رح أعلق عليه، لأنه الموضوع تبع مستر تشارلي باخد كتير وقت طويل، أو بالأحرى أخد معي أنا وقت كتير طويل. فرح هذا الفيديو أنا أريد مسجله على جنب وحاليا أنا بدي أعلق عليه. تمام، يلا هلا منشوف الفيديو. 1 2 3 أتي أبيو. أوكي، أول بابل هيد زي ما أنتوا شايفين في بداية الديمو، بتروحوا على الجهة اليسار من القطار مش اليمين، في بواب ما هو، بتروحوا على الباب اللي من جهة اليسار وبتمشوا في هذا الممر ورح تلاقوا أول بابل هيد هون. أنا أوريدي أخدته فمش رح يبين هلأ بهذا الفيديو، بس للي ما أخده رح لاقيه هون. أوكي، تاني بابل هيد برضو في بداية الديمو لما نطلع الدرج بعد القطار رح تلاقوه على هذا الطاولة برضو، لأني أخدته مش رح يكون مبين، بس الباقي
سجلت الموضوع وأنا عم باخدهم. برضو هم في البداية لما تنزل من تحت الباب الكراج رح تلاقيه في سيارة الإسعاف لما تقابل أول زومبي. وهون جنب الممر المحروق اللي بدك تطفيه في هدول اللي بيكونوا على السياج الزومبيز، بابل هيد على السيارة هيو، حتى عيونه بضوء زي زي الوحش، منظره مرعب. عرفتوا هذا الممر؟ هون بهاي المنطقة. وبرضه هون محل المطار اللي بنضرب رصاصه بفقع كهربا، في درجة بتطلعه، أول ما تطلعه بتحود يمين برح تلاقي بابل هيد فوق هيو. يب تمام. وهون بالغرفة تبعت الخزنة، الخزنة اللي بتفتحها وبتاخد الإضافة تبعت المسدس رح تلاقيه معلق فوق. yeah. وهون الصيدلية رح تلاقوه عرف بسهولة بابل هيد. وعلى فكرة هاي حل الخزنة اللي حكيت عنها من شوي، 9 يسار 1 يمين 8 يسار تبعت الخزنة عشان تاخد إضافة المسدس. وهون هذا الدرج اللي قدام الصيدلية في تنتين بابل هيد، واحدة فوق هيها لما تطلع الدرج، وواحدة على السطح. هي مش مبينة كتير، هيها معتمة بس انه yeah. حلو حلو هذا المكان، كان فيه تنتين فانبسطت انا لما عرفت انه فيه تنتين. هون محل الدونت، مونز دونت، دونت القمر جنب المايكروويف هيو. بس هذا ما بيهز راسه، اوه صار يهز، ضحك منظره حق الدونت لحد الان. وهون شو اسمه السوبر ماركت. طبعا القطاعة الحمراء هاي بتاخدها من السيف روم، من غرفة السيف رح تلاقي القطاعة الحمراء، وبرضه بسهولة رح تلاقي بابل هيد على الكاونتر. هدول البابل هيدز الاولانيات نوعا ما سهل تلاقيهم، بس بعد هيك بصير في خطوات لازم تعملها. اوكي اعتقد انه هون لا برضه هون بابل هيد بتقدر تلاقيه بس كتير مخفي. طبعا اكيد شفتوه هذا الدرج في الديمو، لما تحود يمين هون بتلاقيه تحت الحديد او هون على الارض، طلعوا كيف مخفي هيو. yeah. برضه بالغرفة اللي جنب الخرطوم، خرطوم المي اللي بتاخده، الغرفة اللي جنبه رح تلاقي بابل هيد في خزانة ارضية، وفي الخزانة في الخزانة التحتانية هون على ايد جيل اليسار هيو بهزهز. تمام. هون كيف بدك تاخذ الرشاش؟ زي ما انتم شايفين لازم تموت اكثر من مره، لما تموت اكثر من مره بسالك نخفض لك صعوبه اللعبه لا اسيستد، اذا قلت له يس وتعمل كونتينيو راح تلاقي عندك في الانفنتوري في المخزن الرشاش بكل سهوله. لازم تموت اكثر من مره، اللعبه بتقول لك نخفض لك الصعوبه وبتاخذ الرشاش اوتوماتيك، راح تلاقي رصاص معك وهيك. اوكي هون كمان في بابل هيد، هون محل ما بتاخذ اول قنبله ومحل ما بتاخذ رصاص الشوتجن من الخزانه البيضاء، راح تلاقي بابل هيد تحت بين هدول الجهازين او whatever. هون اشي غريب، عشان تاخذ بابل هيد اول اشي بدك تروح على محل الالعاب هذا، شايفين هاي الصورة اللي جوا محل الألعاب؟ هون بدك تركز عليها هيك 10 ثواني، بدك توقف هيك وتعد للعشرة، 1 2 3 4 للعشرة، وبعدين أنا هون كنت واقف بعد قاعد وصافن. طبعا هون أنا بلشت أخذ أشياء من المواقع من ريدت وغيره. بعد ما تعد للعشرة وانت صافن في هداك البوستر ترجع هون رح تلاقي بابل هيد على السطح فوق تبع الدونت، شايفينه؟ بعيد هيو. طبعا انا والتصويب فلافل بس هيها زبطت. هاي غريبة كانت. وبرضه هون هادي غريبة، لما تطفي النار بدك تمشي بطيء جدا. انا لقيت الحل انه تصوب مثل هيك وتمشي بطيء 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 لحد ما تلاقي فتحة التهوية على هلا بتبين فوق فتحة التهوية رح تلاقي بابل هيد. انا ليش بقول بطيء؟ لانه هون نهاية الديمو، يعني اذا بتمشي زيادة بيجي كاتسين النهاية وبخلص الديمو. بس طلع كيف بمشي بطيء بطيء وفتحة التهوية شو اسمها هي هاي اللي هو رح تلاقي بابل هيد فوق معلق بطيء 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 هيا. شوف شايفين طرفه بهزهز yeah. هذه انتبهوا منها منيح يعني. اوكي
هادي وحدة من البابل هيدز اللي بدها عدة خطوات لتعملها. هادي يا جيكس لازم أول شي تعمل رصاص ماجنوم، ترجع بعديها لميكايل في أول اللعبة، وبعدين إيش؟ هلأ منشوف، والله نسيت. أوكي، عشان تعمل رصاص الماجنوم بدك تفوت على السوبر ماركت اللي فتنا عليه قبل وشوف وأخذنا منه بابل هيد، بس برضه هون رح تلاقي باودر اللي هو الهاي جريد باودر. ما هو الماجنوم كيف بدك تعمله؟ بدك تدمج اثنين هاي جريد هاي باودر. أول هاي جريد باودر بتلاقيه في هذا السوبر ماركت، هيني أخذت أول وحدة، وتاني وحدة رح تلاقيها هون في الصيدلية برضو. عرف هيها هاي جريد مع هاي جريد، بتصير بتعمل ماجنوم. بعد هيك بتذكر انه بترجع عند ميكايل في اول اللعبة عشان تفعل جملة جديدة رح يحكيها بخصوص كارلوس. I sent Carlos to clear rubble from tracks. Gives him chance to clear rubble from his brain. بقول لك بعتت كارلوس عشان ينظف الحجارة من الطرق، يمكن هاي الشغلة بتخليه ينظف الحجارة من راسه. اوكي، بعدين بترجع هاي المنطقة محل ما اخذنا البابل هيد اللي معلق فوق، بس بتروح يمين ورح تلاقي البابل هيد ظهر بشكل سحري عند هذا الزومبي اللي لابس فيستة صفرة على الارض. هيو، اذا ما بتعمل هاي الخطوات ما بيظهر هذا، لازم تعمل خطوات ماجنوم وترجع لميكايل. اوكي، هون برضو لازم نطفي النار ونعمل اشي. بعد ما تطفي النار ما تخلص الديمو طبعا، بدك ترد ترجع، ولما ترجع في نفس المكان يعني اللي بترجع فيه باخر الشارع في سيارة شرطة، بس لازم تنتبه كتير بهاي الخطوة لانه نيميسز اوريدي بيكون بيلحقك، وزي ما عرفنا عن نيميسز انه ما بيهداش نهائي وبده طن يسنون عشان يهدى، يسنون مهدد للاعصاب. اوكي، لما ترجع هون عند سيارة الشرطة رح تلاقي هذا الزومبي. جا نيميسز، شايفين الزومبي اللي قتلته؟ هذا لازم تقتله عشان نيميسز يقتلنا. ربيت بكرهمها. انا هون بعصب في هاي الجزئيه وبصير بدي، لا بصير بدي افقعه بالقنابل لانه بكون جنني، بكون جنني. عرفتوا كيف بتطفوا النار؟ بتطفوا النار، بترجعوا في نهاية الشارع في سيارة شرطة، وراها في زومبي بيظهر فجأة رصاصة واحدة براسه لازم تقتلوه بيموت. بعد ما تعملوا هدول الخطوتين بترجعوا عند الصيدلية زي ما انا عامل هلا او عم بعمل. ليش؟ لانه بالصيدلية في زومبي بيكون مرمي على طاولة، لكن هذا الزومبي فجأة بتلاقي نزل على الارض هيك، وبكون اوريدي هو مغطي بابل هيد. يا عرفتوا كيف؟ هاي بايخة هاي. لازم تعمل عشان تاخذ البابل هيد اللي هون، لازم تعمل 25 دوج مثل هيك 25 مرة. بعد ما تعمل ال 25 مرة بتيجي لهذا المكان اللي قدام الدونات عند سيارة الشرطة هاي، وفجأة بتلاقي هالزومبي مبطح وجوا السيارة بتلاقي بابل هيد أو مستر تشارلي. شفتوا المكان اللي عملت فيه الدوج؟ انا لقيته هذا اسهل مكان اعمل فيه دوج، بهداك الكوريدور عند الزومبي الاسمر، وهي بابل هيد 25 مره. اوه هادي اللي زبطت معي بالصدفه، هاي اخر بابل هيد. انا هون اجيت بدي اقاتل نيميسز، اجيت بدي اقاتل نيميسز تمام. ليش؟ لاني لاحظت انه في زومبي بسياره الشرطه هاي اللي وراي، في زومبي جوا زي اللي شفناه من شوي. فانا يعني قست انه شو بدي اعمل، صرت اقاتل نيميسز. اللي اكتشفته انه لما نيميسز يوقع على ركبه بهاي الطريقه ثلاث مرات بيفتح باب الشرطه اللي ورا هذا، باب سياره الشرطه هيك، وبتلاقي بابل هيد جوا. عرفتوا كيف؟ لازم يوقع ركبه ثلاث مرات بتلاقي بابل هيد جوا هاي السيارة.
بس في شغلة مهمة. أوكي خلصنا العشرين بابل هيد. في شغلتين مهمات. الـ25 دوج مش شرط يعني إذا متت خلال الديمو وعملت كونتينيو ورجعت كملت بنحسبه. يعني مثلا إذا عملت 5 ومتت وعملت كونتينيو بنحسبه الـ5 بترجع بتكمل عليهم 25 مرة. عرفتوا كيف؟ آه. ونيمسيز نيمسيز لازم عشان يوقع ركبه لازم يعمل هاي الحركة. وينها؟ أوكي خلينا بالله نعيد هاي المنطقة لأنه في شغلة مهمة بدي أحكيها. طلع هلأ هون. لا استنى يا فريد. طلع هلأ هاي الحركة هذه مش محسوبة. هذه مش محسوبة إنه ضربته من رصاصة ووقع على ركبه. هذه ما بتنحسب من الثلاثة. لا لازم يعمل هاي الحركة. اللي هي بيصير هيك زي اللي بيطلع ايده زي اللي بيتألم. اللي هي هاي هاي هاي. شفتوا كيف هاي؟ منفعل انا. بعجوق. لازم يعمل هاي الحركة 3 مرات او انه تهاجمه بهاي الطريقة 3 مرات لحتى يوقع ركبه 3 مرات وبيفتح باب سيارة الشرطة اللي ورا. هلأ انا لقيت شغلة سهلة او يعني موضوع سهل بالنسبة لهذا الموضوع. ممكن تحتفظ بالقنبلتين اللي بتاخدهم في الديمو لانه القنبلة الوحدة بتخليه يعمل هاي الحركة من اول مرة. هاي تنتين. وممكن تحتفظ ببرميلين 3-1 البراميل النارية هاي اللي بتفقع وتفقع واحدة جنب نيمسيز برضو بتنحسب يعني بوقع ركبه مثل هيك. اذا بتكوش يعني تغامروا في القتال تبعه لانه انا قتلني وبهدلني لقلت بكفي. خرب بيته. فقلت مش غلط اشارككم هاي المعلومة او هذه المعلومات بالنسبة لمستر تشارلي كيف تجيبوا الـ20 راس. عشان انا حابب اعمل شير لهذا الموضوع على السوشيال ميديا واخذ 100 نقطة على الامباسادور برنامج السفراء. بركي وصلنا للذهبي. اخذ البطاقة الذهبية. والله اشي هيك جميل. تمام فيديو قصير جميل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا علي. اذا في شغلات مش فاهمينها اكتبوا لي اياها بالتعليقات تحت مش مشكلة بقى بشرح لكم اكتر. بس اعتقد انه هيك واضح الموضوع. سهل. او سهل بعد ما سهل بعد ما تشوف الفيديو. انا تغلبت كتير صراحة. اكتر شغلة غلبتني الدوج في هاي اللعبة مش سهل. فموضوع الـ25 دوج هذا غلبني شوي لانهم الزومبي قوايا. فاحكولي يعني لما تحاولوا تجيبوا الـ20 مستر تشارلي شو اكتر وحدة غلبتكم في ايجاد مستر تشارلي. هل قتال نيمسيز ولا الدوج؟ لان هدول اعتقد اصعب اشي. ولا لما بدك تروح وتيجي ونيمسيز بيلحقك مش عرفتك ايه. اوكي اوكي جيكس احنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير. انا بتشكركم كتير للمتابعة وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.